مشاهدينا، إذن بكل من يتابعنا وبكل من يشاهدنا ومشاهدينا الكرام، مجموعة من المحطات والفقرات دائما وأبدا نتمنى لكم أوقات ماتعة وشائقة ولحظات أيضا قدسية المذاق استثنائية تقضونها برفقة من تحبون. الآن ننتقل بكم من استوديو برنامج قهوة الصباح إلى محافظة ظفار وتحديدا إلى ولاية ثمريت، حيث الزميل من هناك سالم بن محمد زعبنوت ينقل لنا تفاصيل موضوع المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 18 لعام 2020-2021. مرحبا بك وسهلا يا سالم، ومباشرة صباحات الخير وإليك الكلمة. صباح الخير سيف، ونرحب بكل المشاهدين الكرام في هذه التغطية معكم كما ذكرت من ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، مع ختام المهرجان السنوي 18 لسباقات الهجن الأهلية هنا بولاية ثمريت. هذا المهرجان اللي أيضا يتضمن العديد من المسابقات التراثية المختلفة اللي تشجع على المحافظة على الموروث العماني الأصيل. اليوم يوم الختام لهذا المهرجان، الكثير من المشاركات أيضا كانت حاضرة طوال هذا الأسبوع في مسابقات المهرجان. في البداية كانت مسابقة المحالبة لمعرفة أكثر الإبل إدرارا للحليب، ومن ثم مسابقة المزاوينة، واليوم السباق الختامي. تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان، وأيضا نقترب من حياة أهل الهجن وأيضا بعض الفئات المختلفة المشاركة وكيفية المحافظة عليها. نقترب مع ضيفي في هذه اللحظات ناصر بن علي قواص الكفيري، رئيس لجنة تحكيم فئة العمانيات في مسابقة المزاينة لهذا المهرجان. صباح الخير ناصر. صباح النور، يا مرحبا الأخ سالم، كيف حالكم وش أخباركم؟ يا مرحبا وسهلا، نورتونا يا حياكم الله. ناصر، اليوم يوم الختام، يمكن هذا المهرجان تميز بكثرة المشاركات، بأيضا وجود مسابقة المحالبة والمزاينة وأيضا اليوم السباق الختامي. لو نتحدث عن هذا المهرجان اللي ينتظره ملاك الإبل بشكل سنوي. والله المهرجان بدعم من السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه، وهذا موروث شعبي ويجب كمواطنين الحفاظ عليه، هذه ثروة شعبية من أسلاف الأولين من أجدادنا وأهالينا ورثوها لنا، وإحنا عيشتهم أول على معيشة، والحين واقف برد لها الجميل في المزاينة والمحالبة والسباق التنافسي. فذا من الحكومة تدعم المواطنين والأقل يهتمون بالموروث، الموروث الشعبي، والحمد لله مهرجانات، وإن شاء الله تستمر إلى الأفضل بإذن الله. بالنسبة لبداية، يمكن في الأيام الأولى لهذا المهرجان كانت هنالك مسابقة المحالبة، ويمكن هذه المسابقة لمعرفة أكثر الإبل إدرارا للحليب، تشجيع مالك الإبل للمحافظة على السلالات الجيدة، وكذلك أيضا تشجيع مربي الحلال للاهتمام أكثر. كيف كانت في البداية مسابقة المحالبة؟ والله بداية المهرجان كانت المحالبة، فمسابقة المحالبة لها ثلاث فئات، العمانيات الأصايل والمجاهيم والضرائب اللي هي خليط بين المجهم والعمانية، فكل فئة لها ثلاثة أشواط، اللي هي البكر اللي هي أول مرة تنتج، والثنو اللي هي أمثين نبوط، والفاطر اللي هي من ثلاثة وما فوق. فأفضل ناقة كانت في الفئات كاملة جت بنتيجة في خلال ثلاثة أيام ست حلبات صباح ومساء، وزنت 85 كيلو جرام خلال ثلاثة الأيام، فهي تصدرت في شوطها في فئة الضرائب. وتعتبر يمكن هذه الكمية جيدة بالنسبة لفئة الضرائب، يمكن ست حلبات لمدى ثلاثة أيام كما ذكرت صباحية ومسائية، وبالتالي يمكن تميزت هذه الناقة وحصلت على المركز الأول وأعلى كمية في المسابقة لجميع الفئات بشكل عام. نعم تميزت، ويعتبر كمية طيبة، وإن شاء الله كل ما المهرجانات وزادوا، كل ما زاد الاهتمام هل الحلال في بوشهم واهتموا فيهن، وياتنا نتائج كل سنة تينا نتائج أكثر من العام اللي قبله، فهذا يعتبر شيء إنجاز وشيء تشجيع لها الحلال، اهتموا وزدنا النتائج في الكميات الحليب، كان أول أقل والسنة ما شاء الله
كل سنة أفضل عن سنة. بالتأكيد يمكن أصحاب الهجن قبل الدخول في هذا المهرجان لديهم تحضيرات، أيضا نوعية الأكل، الاهتمام بالناقة، يمكن هذا يكلف الكثير وبالتالي يأخذ حيز كبير من وقتهم في الاهتمام بالناقة وأيضا السلالات. ويمكن أنت ذكرت ثلاث فئات كما ذكرت، العمانيات الأصايل والمجاهيم والضرائب، كيف يمكن الواحد أن يميز بين هذه الفئات سواء كانت عمانية أو ضريبة أو من المجاهيم؟ والله أول أرد على النقطة الأولية اللي هي الاهتمام قبل المشاركة، لابد لكل مجتهد هذا مثل ما قبل نصيب، فالناس يهتمون يتعبون يخسرون وقت مصاريف، نوعية الأكل اللي يعطيها الناقة عشان تدر حليب أكثر، ترتيب الحليب يعلمونها على يهيئونها على المسابقة تكون جاهزة بآخر ما عندها من استطاعة. أكثر من مرة في اليوم عملية الحلب تجهيزها في اليوم يحلبونها 5 مرات لين قبل محالبة بكم من يوم يحلبونها صبح ومساء عشان الناقة تدر أكثر حليب. وبخصوص معرفة الناقة في لقال مختصة في المقال، تدخل في الليبل وتطلع الناقة المهجنة اللي هي الضريبة، وتطلع الناقة العمانية والناقة المجهم. وبخصوص السن، كل سن لها شوطة، مثل الباكير لها شوط خاص كان في العمانيات أو المجاهيم أو الضرائب، كل سن بسنها وبلونه، فهذه نعتمد على حلفة يحلف راعي الناقة أنها الناقة بكر لم تنبط قبل هذا الولد شيء. نعم، وثنوا بالنفس. نعم، يمكن مثل هذه المهرجانات أيضا تركز على المحافظة على العمانيات الأصائل، يمكن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام أكثر، عملية أيضا بعضهم لديهم يتوارثوها التلات، ويمكن هذه الفئة أيضا تتميز عن بقية الفئات الأخرى. العمانية دائما أصيلة وحاضرة في مختلف الفعاليات سواء كانت في المزاينة أو في المحالبة أو كذلك في الركب. والله العمانية هي اللي أصل عمان وأصلها عمانية، اسمها يوم تروح برا عمان يقولك العمانية، هذا شيء نفتخر به ونعتز فيه كمواطنين عمانيين. والمجهم لها أهلها وغالية عند رعيانها ومورثة لهم، وما يميزها عن المجهم عن العمانية، المجهم ناقة أكبر وفيها دار حليب أكثر، واللون والعظمة نقاط وايدة بعدها بنشرحها في المزاينة. نعم، بالتأكيد تفاصيل مختلفة، ويمكن احنا حابين هكذا ان نغوص في هذه التفاصيل بحكم خبرتك في هذا المجال، وانت دائما متواجد في هكذا مهرجانات مختلفة. هذه كانت المحالبة وتم تكريم 10 الأوائل في كل شوط. بالنسبة للمسابقة الأخرى كانت المزاينة، معرفة أكثر الإبل جمالا، هنالك أيضا فئات 3 مشاركة وأشواط كثيرة يمكن في هذا المجال. ويمكن هذه السنة تميزت بقوة الحلال كما شاهدنا طوال الأيام الماضية، حلال قوي، ندرة، وكذلك يمكن صفوة الصفوة يشاركوا في هكذا مهرجانات تراثية مختلفة ويحصدوا مراكز متقدمة. والله يا أخوي سالم، نحن المزاينة تكون فيها عادة جمهور، لكن هذه السنة سوت استثنائية بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، واللجنة العليا على الاهتمام بالاحترازات السلامية والوقاية وعدم تخالط وعدم تجمعات، كل شخص عن شخص 2 متر، وكل ناقة هي معها شخص واحد اللي مالك الناقة فقط، والاهتمام بالكمات في الشبوك وعدم الزحمة وعدم الجمهور. فهذا مزاينة تعتبر استثنائية، مع أنها قلنا على الأنظمة هذه قلنا يمكن يخف الحلال، لكن يانا حلال ولا مرة أكثر يوم من ذي السنة. لكن يمكن رعيتوا مثل هذه الإجراءات الاحترازية. نعم، اللي دائما ما نشدد عليها بالتأكيد للمحافظة على سلامة الجميع. بالنسبة لأشواط المزاينة وعملية التحكيم، أنت كرئيس لجنة التحكيم مزاينة العمانيات هذه الفئة، المعايير اللي من خلالها يتم اختيار أجمل ناقة؟ والله التحكيم يستوي على 3 لجان، لجنة العمانيات ولجنة المياهيم ولجنة الضرائب اللي هي الضريبة اللي هي خلط بين العمانية وبين المجهم. وتحكيم العمانية يروحون أول شيء على نقاط، والنقاط هذه معروفة عند البدو من زمان من الشيبان، والحين راحوا عليها في تطور اللي هي رأس المطية، خشمها، عرنونها، سبالها، طول لحيها، وسع قدها، انصاب إذنها،
وسعق حد المطية، طور رقبتها وخفتها من لحم، مطلع الرقبة، ينبي المطية، ادفاعها، طول شقتها، طول غاربها، وقعت السنام لا تكون متقدمة ولا يشين ظهرها ولا تكون متوخرة لعيب ظهرها، وتكون في مكانها طول شقتها مطية وينبها ولذة يذة لمبها ينب الناقة يوم تشوفها يكون لها جاذبية غير سجال المطية، خفتها من اللحم، وسع يوفها، الحريشة طالعة من البيطان، كبر ضلع مطية، وركي مطية، عرض فقارها، وركها يكون سيدة مثل الحصان، يوم تشوف الفرس تقول فرس، ويوم تيها من وراء ما تشوف مقدمها من عرض فقارها، عراقيب المطية ما تكون عقلة الناقة ولا تكون سركة، تكون انتصاب من وركها إلى خفها كامل. ما شاء الله عليك يا ناصر، انت عيشتنا ما شاء الله التفاصيل، كل عضو في الناقه او المطيه، وبالتاكيد يمكن هذه التفاصيل اهل الابل ادرى بها اكثر وعيشتنا هذه الاجواء. يمكن اليوم كان اليوم الختامي، هذه كانت مسابقه المزينه، اليوم السباق الختامي في هذا المهرجان، ما شاء الله ايضا مشاركات قويه من مختلف محافظات السلطنه، شهدنا مراكز متقدمه ايضا حصلوا عليها مجموعه من المشاركين ملاك الهجن من خارج المحافظه ايضا، اليوم كان الختام، نتحدث عن السباق. والله السباق هو يعتبر في عمان الاكثر والاهم، فالسباق ثروه لا يمكن احنا نتراجع عنها ونخليها، فكم شريحه في السلطنه عايشه من وراء السباق بشكل عام الابل، لكن السباق بشكل خاص شريحه وايده عايشه عليه. اليوم ستة اشواط، اللي هن شوطين ثلاث شوطين الحقائق وشوطين اللقايا وظني شوطين مفتوحين للسنه الكبير. والسباق هو المهم، وهو كل في كل ولايه او كل محافظه في السلطنه يكون فيها سباق تنافسي. بالتاكيد يمكن كل مالك هجن يتميز بمشاركه في فعاليه مختلفه، سواء كانت في المحالبه او في المزاينه او ايضا في السباق. يمكن كما سمعنا في كثير من الصفقات البيع، ايضا عمليه البيع والشراء في هذا المهرجان تمت، يعني تعتبر هذه فائده من فوائد هذا المهرجان، الاهتمام اكثر وبالتالي ايضا مردود اقتصادي لملاك الهجن. والله الهجن هن مردود اقتصادي من درجه اولى، مثل هالعقارات وهالشرك يعتبر نفسهن في المهرجان اللي هو مهرجان ثمانية السنة، بتعن بقرة اشتراها بن ريضة شاشع الكثيري في المجاهيم مزينة، اشتراها بخمسة وثلاثين ألف ريال عماني، وبقرة عند بن حمحوم المحر بن خوار ساموها من هالمحافظة وصلت أربعين ألف ولا طاع يبيعها في أيام السباق. وفي بقرة بتاعت للحلب عند عيال بن ربخ مسن من ولايه مرسودد، بتاعت بقيمه قويه في مناقه منافسه على الحلب. والسباق من ولايه والسناب، والسباق التنافسي في بكرتين مبيعات من عزبه المحرمي على من 22 و21، وبكره عند مهنا بن بخيت مسن سابقه في الشوط الرئيسي، وبكره واصله قيام وما طاع يبيعها بكره سبوق، وان شاء الله البكره ذي بتمثلنا في خير تمثيل كولايه. بالتاكيد نتمنى التوفيق لكل المشاركين وايضا بالتاكيد لكل فائز في هذا المهرجان، احنا ما شاء الله عيشتنا اجواء ترافيه جميله، وايضا نتمنى المشاهد ايضا يمكن استمتع بكل هذه التفاصيل الجميله اللي استمعنا اليها منك. نشكرك ناصر بن علي غواص الكثيري رئيس لجنه تحكيم فئه العمانيات في هذا المهرجان، شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا المهرجان. يمكن هذا المهرجان كان بتنظيم من الهجان السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، أيضا لجان مختلفة محلية من الأهالي في هذه الولاية، كل الشكر لكل اللجان. أيضا المحافظة لازالت بالاهتمام بالإجراءات الوقاية من جائحة كورونا، مهرجان ناجح بكل المقاييس من خلال هذه المشاركات. وإحنا يمكن اليوم في هذه الأجواء الشتوية الجميلة، ونشكر أيضا الاستضافة من الشيخ علي بن جناز المسنى الكثيري في هذه الخيمة، رمز من رموز البادية أيضا، ودائما مثل هذه التجمعات يمكن كانت بكثرة قبل هذه الجائحة. جميل. أجواء ترافية بعد السباق بعد المزاينة، تجد ملاك الإبل دائما في تواصل في حديث بالضبط. جميل بينهم للمحافظة على هذا الموروث. هكذا كانت الصورة من ولاية ثمريت مع هذه الأجواء التراثية
مع ختام هذا المهرجان، إليك الكلمة سيف. الزميل العزيز سالم بن محمد زعمنوت، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم. كلنا حقيقة استمتعنا بهذه المعلومات وبكل هذه التفاصيل الجميلة حول المهرجان السنوي لسباقات الهيجن الأهلية 18/2020/2021 بولاية ثمريت بمحافظة ظفار. شكرا إذن لسالم، وإحنا ما زلنا نواصل المشوار معكم مشاهدي الكرام، وعودة إلى استوديو برنامج قهوة الصباح، ولكن بعد الفاصل نصل إلى المحطة الحوارية الأخيرة، فخلوكم معنا.